طبعا هنتكلم طبعا على يعني كره اليد بشكل مكثف، هو ده الحدث يعني الحدث الابرز دلوقتي. لكن برضو سريعا هاخد رايك في نقطتين. طبعا النقطه الاولى موضوع اكيد سرقه الكاس او اختفاء، بلاش نقول كلمه سرقه، اختفاء ضياع كاس الامم الافريقيه وميداليات وكؤوس قديمه. تمام. حضرتك يعني قناه ناقد كبير، شفت الموضوع ده ازاي؟ والله انا الحقيقه يعني انا الخبر ده اعلن او جه رد من اتحاد الكوره يوم الجمعه بعد الساعه 3-4 يعني تقريبا توقيته. انا كنا في الوقت ده كلنا مشغولين في الاستعداد لتاني يوم قرعه بطوله العالم لكره اليد اللي هي هتقام في مصر ان شاء الله. فالحقيقه استغربت من التوقيت، لان اذا كانت هذه الكؤوس او بعضها ضاعت في 2013 فالوضع مختلف. يعني 2013 كان عندنا انفلات امني، كان عندنا وحريقة وطيارات وتوجهات وحاجات كده، فالتوقيت نفسه صعب قوي ان انت تعلن بعد شوف كام سنة، 7 سنين، انه الكؤوس دي مش موجودة. طيب خلال السبع سنين اللي فاتوا، ابسط الامور لو كان اتحاد الكرة سأل المسؤولين، وده اللي قاله برضو على فكرة اللي هو ثروت سويلم، قال لك احنا ماشيين كان موجود يعني يعني قبل ما يمشي كان موجود، او حتى كابتن هاني لو ما كانش موجود يبقى ما كانش موجود في كاس معينة او اختفت، يعني اختفت اثناء الحريقة مثلا. انما خلال الفترة دي كلها ايه اللي فكرنا يعني انك تعلن هذا الخبر؟ انا شايف ان المفاجأة في اعلان الخبر في التوقيت ده، اعلان الخبر نفسه. طبعا.